الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيد قلت الحامي العسكري الرضي والسلام، السيدة السادة قلت لإفاة قضائنا، السادة مسؤول مصالح الدنيا، السيدة والسادة رؤساء المجالس المنتخبة، السيدات والسادة رؤساء مصالح الأمم المتحدة، السيدات والسادة رجال السلطان، السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني، السيدات والسادة ممثلي المنابر الإعلامية أيها الحضور الكريم. يطيب لي أن أرحب بكم في حضور هذا الحفل الخاص بتنصيب السيدات والسادة رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم من نفوذ التراب لعمل صخرة الفارق على إطار الحركة الانطلاقية لنساء ورجال السلطة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بتاريخ 10 أغسطس 2024 والتي تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل 360 درجة المبني على مقاربة ترتكز على تثمين الموارد البشرية وتبني الموضوعية في تقييم المطلوبية، وذلك في سياق تحريز التوجيهات الملكية السامية لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وليه الرامية إلى تعزيز الإدارة الترابية بالخطوط والكفاءات المؤهلة للخدمة الصالح العام وفق المفهوم الجديد للسلطة، وذلك بناء على معايير حديثة لتقييم الأداء بهدف حسن تدبير الموارد البشرية بشكل أكثر نجاعة وفعالية من خلال منظومة متطورة متعددة الأبعاد مبنية على التقييم الشامل للكفاءات والاستحقاق لتولي رجال السلطة لمناصب المسؤولين. لقد شهدت هذه الحركة الانتقالية على مستوى عمل الصخرة الفارقة مجموعة من رجال السلطة والبالغ عددهم 23 رجل سلطة، 11 منهم سيغادرون نفوذ التراب لهذه العمالة للعمل بعملات وأقاليم أخرى بتراب المملكة، من ضمنهم من تم تضحيته بناء على نظام التقييم الشامل للأداء والاستحقاق بعد أن أبانوا على حس عالي من المسؤولية والمهنية والمعدة في تثبيت العديد من القضايا والملفات التي عرفتها هذه العمالة، في حين تم تعيين رجال السلطة جدد للعمل بهذه العمالة ويتعلق الأمر بكل من السيد البكاي الدال تم تعيينه باشا مدينة الصخيرة بعد أن كان يشكر نصر رئيس دائرة حضارية بعملات وجداء كثيرة. السيد عبد اللطيف الياوي الذي تم تعيينه باشا مدينة عين العودة بعد أن كان يشغل منصب باشا مدينة ميدك. السيد أشرف إدو تم تعيينه قائد قيادة مصر بعد أن كان يشغل قائد رئيس ملحقة إدارية بإقليم كسر. السيد جلال محمود تم تعيينه قائد قيادة سيدي حيا زعير بعد أن كان يشغل منصب قائد قيادة الريصاني بإقليم الراشدية. السيد عمر شقيق تم تعيينه قائد قيادة كم عزة بعد أن كان يشغل منصب قائد قيادة السبيعات بإقليم يوسفي. السيد هشام ثابت تم تعيينه قائد قيادة مزه بعد أن كان يشغل منصب قائد قيادة سيدي عياد بإقليم مدن. السيدة لبنى قرني تم تعيينها قائد ملحقة بالديوان بعد أن كانت تشغل منصب رئيسة ملحقة إدارية بإقليم ميلت. السيدة صباح وكتر تم تعيينها قائدة ملحقة بالديوان بعد أن كانت تشغل منصب رئيسة ملحقة إدارية بإقليم سارنا وقد تعذر عليهم حضور بدواعي صحية. السيد حمزة غايب خريج فوز 59 المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينه قائد رئيس الملحقة الإدارية الرابعة بتمام. السيد معاذ أخطير تم تعيينه قائد رئيس الملحقة الإدارية الثامنة بتمارة بعد أن كان يشغل منصب رئيس الملحقة الإدارية في إقليم كيكيكي. السيد وهيب متخا خريج فوز 59 المعهد الملكي للإدارة الترابية تم تعيينه قائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بالسيرة. السيد نور الدين بقاس تم تعيينه قائد رئيس الملحقة الإدارية الرابعة بالسيرة بعد أن كان يشغل منصب قائد قيادة أخ النير بإقليم طفايا.
ومواجهة مع هذه الحركة الانتقالية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، فقد تم إجراء حركة داخلية جزئية على مستوى هذه العمالة همت كل من السيدة تيسان الصافي قائد رئيسة المحاقة الإدارية التاسعة بكمارة، حيث تم تعيينها رئيسة المحاقة الإدارية 11 بكمارة، السيد أحمد الطوطة قائد رئيس المحاقة الإدارية السادسة بكمارة، حيث تم تعيينه رئيس المحاقة الإدارية التاسعة بكمارة، والسيدة سكينة أبو روح قائد رئيسة المحاقة الإدارية 11 تم تعيينها رئيسة المحاقة الإدارية السادسة بكمارة، وأخيرا السيد خالد إداري خليفة قائم رئيس المحاقة الإدارية الأولى بالصخيرات، حيث تم تعيينه رئيس المحاقة الإدارية الثالثة بكمارة. أيها السيدات والسادة الحضور، أود بهذه المناسبة أن أذكر بأن عمالة الصخيرات تتميز بخصوصية هامة داخل طلاب المملكة وخاصة بجهات الربع سلام قنيطرة، وذلك نظرا لموقعها الجغرافي بحكم اعتبارها امتدادا لعاصمة المملكة وتوفرها على مؤهلات طبيعية واقتصادية كبيرة تجعل منها وجهة اقتصادية هامة تسترعي اهتمام كل المدخرين العموميين والفاعلين الاقتصاديين، وذلك لخلق فرص استثمارية هامة من شأنها الرفع من مؤشرات التنمية المحلية من خلال خلق فرص الشغل وضخ دينامية جديدة تساهم في تحديد الحركة الاقتصادية بشكل يرفع تطلعات المواطنين. بمواجهة مع المتغيرات العمرانية والديموغرافية التي عرفتها مختلف الجماعات الطلابية بالعمل، والتي كانت حافزا رئيسيا لتشجيع الاستثمار العمومي والتأهيل الحضري من خلال فتح مجموعة من الأوراش التنموية، كان لها وقعا إيجابيا على الحياة اليومية للمواطنين لتسهيل التنزيل الحقيقي لإرادة سيدنا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لخدمة رعايا الأوفياء. هذا بالإضافة إلى توفر العمالة على الشريط ساحرة من جعلها وجهة استثمارية وسياحية بالآلي نفسه، بحيث يعد بمثابة وجهة شاطئية لسكنة مختلف المناطق المجاورة، مما جعل من هذه المؤهلات السياحية حافزة أساسية للعمل على تدمينها وجعلها مصدر شغل لمجموعة من الاستثمارات الوطنية والأجنبية للرقي بها من العملات ذات الاستقطاب الاقتصادي المتعدد المجالات. كل هذه المؤهلات الجغرافية إلى جانب توفر العمل كذلك على رصيد عقاري جد مهم، جعل منها ورشة مفتوحة للتنمية المجالية من خلال العديد من المشاريع التي تدخل في إطار مجموعة من البرامج التنموية، حيث تم تنفيذ جزء كبير منها واستكمال برامج أخرى، منها البرنامج الوطني مدن بنو صفيح الذي شمل مختلف الجماعات الترابية لهذه العمالة، وبرنامج التنمية المندمج، ومشاريع تهيئة المراكز الحضرية والقرابية، ومشاريع تطهير السائل، ومشروع بناء منع كبير بتمسنا، إضافة إلى برامج ومشاريع على برامج وعلى المستوى المحلي تقدما مرفوضا، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وليه. ولهذه الغاية يتعين على السيدات والسادة رجال السلطة الجدد تكثيف كافة الجهود للعمل بمسؤولية عالية ونقران الذات والتنسيق مع مختلف المتدخلين لمجالس منتخب ومصالح خارجية وهيئات المجتمع المدني بهدف تحقيق أهداف التنموية المسطرة لرقي مختلف الجماعات الترابية للعمل بسكنتها المحلية، والإنصات لانشغالات المواطنين للعمل على تدريس إدارة القوة من خلال تيسير الخدمات وتبسيط الإجراءات والمصادر المقدمة للمرتفقين، من خلال جعل الإدارة الترابية في خدمة المواطنين وآلية للتفاعل الإيجابي مع قضاياهم وانتظاراتهم وتطلباتهم، والاهتمام بشكل أكبر بملفاتهم وشكاياتهم والصبر على أمنهم وحماية حقوقهم، لنكون جميعا عند حسن ضم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ولما يحبه ويرضاه للمواطنين. حضرات السيدات والسادة، من هذا المطار أدعو السيدات والسادة إلى الصوت إلى التكريس الملموس لسياسة الخوف بهدف ضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والعمل على محاربة كل المظاهر السلبية التي قد تمس بحقوق وحرية المواطنين، وذلك من خلال نهج مخالفة شمولية وإشراك كل كافة المتدخلين لجعل المواطن في صلب اهتمام الإدارة الدولية، إلى جانب الاحتجاج لتتبع مختلف المشاريع التنموية والحرص على استحضار معايير الحكمة الجيدة في مختلف مناحي العمل الميداني، مع تفعيل المنظومة القانونية لتوطين مبادئ دولة الحق والقانون والمحافظة على الأمن والاستقرار وضمان السلم الاجتماعي. وفي نفس الإطار، ونظرا للسياق الخاص الذي تعرفه بلادنا المرتبط بتحدي ندرة المياه نتيجة قلة تساقطات مطرية لأسباب مناخية، مما جعل إشكالية الإجهاد المائي مشكل حقيقي من شأنه التأثير سلبا على مختلف المجالات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لسيدنا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه للمحافظة على الثروة المائية وحسن تدبيرها، وجب علينا جميعا تنفيذا لمضامين خطاب الملك السامي لجلالته حفظه الله بمناسبة ذكرى 25 تربعي على عرش أسلافه المنعمين، تكثيف كافة الشهود لحسن تدبير الموارد المائية والمحافظة عليها. لذلك أدعو السيدات والسادة السلطة إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاستعدادية لرفع هذا التحدي للمحافظة على الماء والانخراط الفعال لضمان تنزيل أمثل بالمكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشرب ومياه السقي 2020-2027 على المستوى المحلي بمعية كافة المتدخلين في هذا المجال. وفي إطار استعداد المراحل القادمة لرفع التحديات العالمية والقضية، وتجسيدا لإرادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه لجعل المملكة المغربية في طليعة الدول الرائدة داخل المنطقة الدولي وتكريس مكانتها المتقدمة أمام العالم، وجب علينا جميعا وعلى النساء وإلى السلطة كل من موقعه الترابي تكثيف كافة الجهود لرفع جميع تحديات إنجاح تنظيم كأس أمم إفريقيا وكأس العالم لكرة القدم اللذان حظيت بلادنا العزيزة بشرف تنظيمهما على التوالي خلال سنتين 2025 وسنة 2030. وبالتالي فتضافر جهود الاستعداد القبلي لحسن تنظيم هذه التظاهرتين الرياضيتين القاضية والعالمية يجب أن ينبع من غيرتنا الصادقة على الوطن، بحيث ستكون هذه المناسبتين فرصة سانحة للتعبير عن قيم الوطن والتنافس لتقديم كل ما لدينا من طاقات وإمكانيات واستثمارها بشكل عميق وأمن. ومن جهة أخرى، أدعو كذلك خلال هذه المناسبة كافة متدخلين محليين من هيئات قضائية وأمنية ومجالس منتخبة ومصالح لا مركزة ومفاعلين المجتمع المدني وهيئات نقابية ومختلف الفرق الاجتماعيين ومفاعلين اقتصاديين إلى تقديم كل الدعم والمساندة للسيدات والسادة إلى السلطة للقيام بمهامهم على أكمل وجه في إطار الاحترام المتبادل والقواسم المشتركة للروح الوطنية وخدمة الصالح العام تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس أدام الله نصره وعزه. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أنوه مجددا بالمجهودات الجبارة التي بذلها السيدات والسادة رجال السلطة الذين غادروا هذه العمل، وذلك خلال مختلف مراحل اشتغالهم بها ولما أبانوا عنه من مسؤولية خلال محطات هامة من التغيير الإيجابي الذي تعرف عملات صغيرة ملا، متمنين لهم التوفيق في القيام بمهامهم العملات والأقاليم التي تم تعيينهم بها. وفي الختام أدعو الله عز وجل أن تكونوا موفقين في المهام المنتظرة، وذلك برغم مسؤولية والولاء المتين لمولانا صاحب الجلالة والمهابة سيدنا الملك محمد السادس نصره الله وإياه، حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وقضى عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد أسرة الملكة الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلوس، أكثر من مجرد خبر.